يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم كلكم بخير. اليوم راح نحكيكم فرق بين السمان العادي والسمان الملكي، السمان الفحل العادي والسمان الفحل الملكي. اخوة يسألون شنو فائدة البيض مع السمان. بيض السمان بيه فوائد هواي، خاصة الاطفال اللي لسانه ثقيل، وبعد هواي يعني انت حاول توصل هاي الفوائد. غالبا الناس تستخدمه اللحم مع السمان او البيض مع السمان للمفاصل وللسكر، علاج مضمون. لحم ماتة او البيض ماتة بيه فوائد هواي، انا احكي لك جزء من الفوائد مالت المفاصل والسكر. تابعوا يعني الفيديو وشوفوا الفرق بين النثي والفحل. تابعوا اكثر الناس تربي السمان بس ما تعرف من عندهم من الفحل ومن النثي. اكثر الناس هسه تربيه. بهذا الفيديو راح اوضح لكم انا شلون يصير الفحل، شلون شكل النثي. تابعونا بهذا الفيديو. هسه خلنا نعزلكم الفحل السمان العادي والنثي السمان العادي، والفحل السمان الملكي والنثي. خلنا نعطيكم الفرق بيناتهم شلون يصير. شباب الفرق واضح عندكم هسه، ذاك العادي وهذا الملكي. هذا الملكي انا اطلع لكم النثي من الفحل. هذا الفحل شباب يصير عنده شلون اللحية جوه طوق، هذا الطوق. هذا الفحل الملكي والنثي. شوف النثي ما بيها طوق، هاي النثية وهذاك الفحل. والفرق بين العادي والملكي الحجم، حجم او هم الطوق يجي. العادي ما يجي بيه طوق. خلنا اراويكم الفحل العادي والنثي العادي. تابعوني شباب الفحل العادي شلون تعرفه؟ اجل لكم مرة من مخرجه. اذا تعصر مخرجه من فوق شو شنو يطلع؟ يصير مدبدب ويطلع بياض مثل الروق. اجل لكم الله. هذا الفحل العادي. والنثي، النثي يصير مخرجها نازل يجوا. اجل لكم الله، وما من فوق من فوق. هاي النثي والفحل الفرق بيناتهم. هذا الفرق بين الفحل والنثي العادي. انا راويتكم الفحل والنثي الملكي شلون يصير، والفحل العادي شلون يصير. اجل لكم الله، يصير المخرج مالته مرتفع لي فوق مسارح، ويصير الى تعصره يطلع بياض من عنده مثل الروغه. هذا الفحل العادي شباب. عرفت هسه الفرق بيناتهم؟ النثي اجل لكم الله المخرج مالته يصير نازل، والفحل يصير صاعد ومدبدب من فوق يطلع من عنده من خروجه بياض. هذا الفحل ما سمون. هذا كان موضوعنا مال اليوم. آسف شباب على المقطع قصير،
واي استفسار. اكو اخوان من الاخوه يشترون وما يعرفون النفي من الفعل. اخوان اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وانا اجاوب عليهن، وشنو تحبون انزلكم هم كتبوا لنا بالتعليقات. شكرا لكم، احنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون الاشتراك بالقناة وزر اللايك. شكرا جزيلا، كان معكم اخوكم محمود من قناة محمود عالم الطيور.